يحاول الاحتلال منذ استيطانه المدينة المقدسة طمس معالمها العربية والإسلامية وتغيير طابعها الديموغرافي من خلال طرد المقدسيين والاستيلاء على بيوتهم وبناء المستوطنات. من الأحياء المستهدفة في المدينة بلدة سلوان التي تعد أقرب البلدات إلى المسجد الأقصى المبارك. بلدة سلوان الخاصرة الجنوبية للحرم الشريف تعتبر من أكبر البلدات الفلسطينية بمساحة تقدر ب 5400 دونم، وعدد سكانها حوالي 55,000 نسمة. بعض المؤرخين اعتبروها النواة الأولى التي بنيت عليها القدس قبل 5000 سنة. بدأ العمران في البلدة في العصر الأموي، حيث شيد الأمويون فيها القصور الأموية وعملوا على التوسع العمراني في جميع الأراضي المجاورة بفعل ازدياد السكان. سلسلة من المنحدرات تقوم عليها بلدة سلوان وفيها أودية تفصل بينها، مثل وادي الربابة ووادي ياصول ووادي حلوة، وتضم أحياء مهمة منها حي عين اللوزة وبطن الهوى والشياح. وفي بلدة سلوان مواقع أثرية تاريخية كبئر أيوب وعين سلوان التي يعود عمرها إلى 4000 عام، وتعتبر من أهم المصادر المائية في القدس، حيث اعتمد أهل المنطقة على هذه العين في الشرب وري المزروعات والأعمال المنزلية. موقع البلدة الاستراتيجي القريب من المسجد الأقصى المبارك جعلها مطمعاً للاحتلال، حيث ادعت جمعيات استيطانية العثور على آثار لحجارة من هيكلهم المزعوم. ومنذ احتلال المدينة عام 67 بدأت مخططاتهم لتفريغها من سكانها الأصليين، فتعرضت البلدة سلوان لأبشع عمليات التهويد والتزييف. صادرت حكومة الاحتلال آلاف الدنومات من البلدة واعتبرت حي وادي حلوة مدينة داوود. أما بخصوص الأحياء المجاورة كحي وادي الربابة وحي البستان فاعتبرتهما حدائق عامة لمدينة داوود. وصل عدد البؤر الاستيطانية في المنطقة حوالي 20 بؤرة والعدد في تزايد. تنشط جمعية إلعاد الاستيطانية في بلدة سلوان وتقوم بتمويل الحفريات الإسرائيلية وبناء المستوطنات، كما سيطرت على ثلاث مواقع أثرية مهمة وهي مدينة داوود والقصور الأموية وساحة باب المغاربة، وأطلقت عليها موقف جفعاتي. أما عن عين سلوان فقد سيطر الاحتلال عليها وشوه معالمها التاريخية وغير من مدخلها الرئيسة ونقل روايته التلمودية عنها. يواصل الاحتلال جرائمه في سلوان، فاليوم يواجه قرابة 800 مقدسي في حي بطن الهوى خطر التهجير القسري والتطهير العرقي من بيوتهم لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حالهم كحال حي الشيخ جراح. ورغم ما تعنيه بلدة سلوان من هجمات استيطانية وطرد للسكان وهدم للمنازل، إلا أنها ستبقى حاضنة القدس ودرعها الحامي بصمود أهلها الرافضين كل أنواع التهجير والتهويد.